شو عم تكتب يا زلمة؟ شي خاص. لئيم، مخبى عنا أسرار كتير؟ ما في شي أقوله، ما رح جاوب. لا لا لا، أنت عم بتعاني من مشكلة عاطفية. شو؟ أنا يا زلمة؟ بشرفك. أنا دايماً بقول مين ممكن يفهم صديق إلا صديقه؟ معي حق ولا لا؟ زندقينا بليجي دوبارة على فوكس روايات.